ما نخصش يطيحوا يدينا. الفرق الكبيره راه ديما كيبقاو حتى الدقيقه 80 85 ولا 90 دقيقه، والدراري راك شيهم بقاو في نفس النيفو في نفس الفيزيك في نفس الخدمه، وما كتمشيش الخدمه بيطمون، راه ما كتخدم راه كتعطي، ما خدمتيش راه غتخسر، سي نورمال. وكنتمنىهم الله نبقاو غاديين في السكه ديالنا بحال هكا. الرجاء ما عمرها ما تكون شفنا، واخا ما تكون شفنا راه كتربح. الرجاء فريق كبير، راه كي قلتي الكره فيها خسران فيها رباح، وسي نورمال. راه لعبوا 80,000 ماتش، سي لا فاتيك سي مونطال سي بزاف د الحوايج. انا الحمد لله تغلبنا عليهم، بقينا مامنين راه غير نربحوا نجيبوا 3 بوان ديالنا. وراك الشيء اللي نقول لك والو، دابا ولكن غنمشيو في ماتش تما، الله يسهل عليكم. صافي سيتي ان ماتش تري امبورطون بور نو، اي بي تو لو موند سي دوني ليزونسيال ايتا دو بران لي 3 بوان. الحمد لله اون ريميرسي لو بون دي دافوار نو دوني لي 3 بوان دوجوردي. ان شاء الله اون فا كونتينيي سور سيت لانسي، بوكوا با فينير دان لي 3 بريميير ا لا فان دي سيزون، باسكو لوبجيكتيف سي دي ريستي ان هو دو تابلو. ان شاء الله اون فا ريستي ان هو دو تابلو ان شاء الله ا لا فان دي سيزون. سي كوم سا بور نو انكوراجي. Donc on va continuer à dire aux supporters, il faut pas qu'ils se fâchent contre nous. Vraiment c'est difficile, nous aussi on est là pour eux. Donc on va continuer à tout donner sur le terrain. Il faut qu'ils sortent dorénavant pour nous supporter de cette façon. Inch'Allah. كيف شاف الجميع المقابله ما كانت سهله بالنسبه لينا لاعبين ضد فريق كبير اللي هو فريق الرجاء. احنا الحمد لله دخلنا عازمين باش نحققوا ثلاثه نقاط باش نخليوا المسار ديال المباريات باش ان شاء الله نفوزوا، يعني في المباريات اللي جايين احنا داخلين باش نفوزوا. الحمد لله واخا الدراري يعني في الدوزيام ميطو كانوا لاعبين ب 10 لاعبين فهم يبقاو مركزين، والحمد لله استطاعوا انهم يسجلوا الهدف الثاني اللي هو هدف الفوز. وكنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا وعلى الجماهير حتى هما اللي ساندونا في 90 دقيقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.